السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عندنا موقع فيلدواير، ده موقع تقدر تنظم الشغل مع الفريق العمل بتاعك. ممكن مثلا وانت شغال تبدأ تحط تاسكات ان حد من الفريق مثلا هيعمل تعديل هنا او حاجة زي كده، وتديها اسم مثلا وتديها تشيك، ويبدأ يتأكد مثلا من الألوان، من الحوايط، من السيلينج، ايه الحاجات اللي هو المفروض يعملها، البريورتي بتاعتها، الكاتيجوري، الاساين، اللوكيشن، التاريخ، وهكذا. طيب وبعد كده بتخلص، بتروح هنا للتاسكت، بتلاقي التاسكات هي كلها. تمام، ممكن تنقل وتغير البريورتي بتاعت الشغل بتاعك. من هنا تقدر تقول له انا عايز الجراند فيو تبقى موجودة بالشكل دوت، بحيث تبقى عارف دي مثلا هتاخد يوم، ده هتاخد يومين. لا انا عندي هنا في حاجة ممكن ننقلها كده عشان ما بقاش فيه زحمة، وهكذا. حسب، ممكن حاجة ما ينفعش هي لازم تبقى باليوم دوت، ممكن حاجة مثلا شايف انها ممكن تاخد يومين فتقدر تعدل فيها بالشكل دوت. ولو جيت هنا هتلاقي التاسكات يقول لك مثلا البروت بتاعتها دي، والنوع بتاعها، الكاتيجوري بتاعتها كونكريت، ايرث وورك، ملهاش حاجة معينة. خلينا مثلا نيجي هنا ونختار ديت ونقول له الكاتيجوري بتاعت ديت مثلا بنت اهيت. ترجع هنا هتلاقي ظهرت البنت بشكل ده.